السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يا دكاترة، النهاردة احنا مع شابتر، مع بقية شابتر البلمونري، ومع جزء التطعيمات اللي هو الاميونيزيشن. تمام كده يا دكاترة؟ طيب، عايزين بس نتفق على كام حاجة كده قبل ما نبدأ جزء التطعيمات ده بإذن الله. جزء التطعيمات طبعا ده الجزء الوحيد اللي مش بتتعامل مع مريض، انت بتتعامل مع حد عايز تعمل له بروفلاكسس او عايز تديله ديفنس ضد مرض معين. يعني باختصار انت عايز تحميه مش عايز تعالجه. ده جزء الايه؟ الفاكسين او الاميونيزيشن. طيب، معانا في الجزء ده ان شاء الله، طبعا هي محاضره بيجي منها في الامتحان على الاقل 5 اسئله. طيب يا دكتور، كل التطعيمات بنفس الاهميه؟ لا طبعا، في عندي تطعيمات مهمه جدا 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 زي التطعيم الثلاثي اللي هو الدفتيريا تيتانوس برتسس اللي هو الدي تاب او التي داب. معانا كمان النيوموكوكل اللي هو بيحمي الناس من النيومونيا. معانا تطعيم المننجايتس. طبعا تطعيم الانفلونزا مهم جدا جدا جدا، وكمان تطعيم الهيموفيلس انفلونزا او الهيومن بابيلوما فيروس. طيب المطلوب يا دكتور اعرف ايه في الشابتر ده؟ طبعا في نقطة مهمة جدا في بداية الشابتر هنقول عليها دلوقتي ان شاء الله بعد شوية، وهي نقطة التايم والسبيسنج. ودي طبعا زي ما انتم عارفين لازم على الاقل سؤال كل سنة في الامتحان في التايم والسبيسنج. طيب المفروض انك انت النهاردة اهم حاجة تركز فيها اللي انا بتكلم فيه. وبعد كل تطعيم، معاك ورقة وقلم كده ان شاء الله، وتكتب النوت بتاعتك اللي تفتكر بيها كل تريك كان قول عليها في كل تطعيم. ها، واضح يا دكاترة؟ ها دكتور مصطفى ودكتورة أروى ودكتور أحمد، ها كله كده تمام؟ طيب المفروض دكتور النهاردة انت هتتعامل مع 3 فئات أساسية في التطعيمات دي. أول فئة اللي هي فئة الأطفال، ودي من 0 إلى 6 سنوات، يبقى من عمر يوم أو من ساعة الولادة لحد 6 سنين بنسميهم إيه؟ بيدياتريك. عشان لما أقول لك ده جدول البيدياتريك أو دي تطعيمات البيدياتريك، يبقى أنت عارف إن شاء الله إن دي مين؟ دي تخص كل من هو من يوم لحد 6 سنين. طيب ومعانا كمان فئة اسمها الأدوليسنت أو الأدوليسنس. دول مين بقى يا دكتور؟ دول اللي هو من 11 ل 18 سنة. من 11 ل 18 سنة. طيب والأدلت مين بقى يا دكتور؟ قال لك يا دكتور الأدلت اللي هم من أكبر من أو يساوي 19 سنة. أكبر من أو يساوي إيه؟ 19 سنة. تمام. طيب باقي لك حتة واحدة بس اللي هي بتاعت مين؟ بتاع الجيرياتريك، الناس اللي هم أكبر من أو يساوي 65 سنة. ها؟ يبقى 65 سنة ده مين؟ دول يا دكاترة الجيرياتريك. 65 سنة دول مين؟ دول هم الجيرياتريك. طيب يبقى أنا كده دكتور عندي كام فئة؟ عندي فئة البيدياتريك اللي هم من 0 ل 6 سنين، عندي فئة الأدوليسنت تمام؟ اللي هم من كام لكام؟ من 11 ل 18 سنة، والأدلت أكبر من أو يساوي 19 سنة. عشان لما أقول لك إن الأدلت ما لهمش تطعيمات، يبقى أنت عارف إيه؟ يبقى انت عارف اني الادلت اقصد بيهم من اول 19 سنه، و19 سنه دي ايه معانا. امال مين الجيرياتريك؟ الجيرياتريك دول اللي هم اكبر من او يساوي 65 سنه. ها واضح يا دكتور؟ معلش يا دكاتره ثانيه واحده. اتقفل ازاي دي؟ ثانية واحدة دكاترة معلش. تمام. تمام. ماشي دكاترة معايا؟
طيب نبدأ بقى إن شاء الله نتكلم بقى فين في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة معانا هي الانترودكشن. الانترودكشن ده بيقول لي بس فيها دكتور بعض التعريفات اللي لازم أعرفها طبعا عن الفاكسين. أول حاجة يعني إيه باسيف اميونايزيشن، يعني إيه أكتيف اميونايزيشن؟ طبعا باسيف اميونايزيشن من اسمها يعني اميونايزيشن جايالك بطريقة باسيف مش بطريقة دايركت. طيب هي أصلا فكرة الاميونايزيشن قائمة على إن الجسم بياخد أو الجسم بيتعرف على الأنتيجين ويبدا يكون له انتي بودي علشان يعمل ديفنس او يهاجم، او لما يجي له ميكروب او يجي له جرعه من ميكروب او اي باثوجين يعرف ايه يتعامل معاه ويدافع عن نفسه. طيب باسيف اميونايزيشن تتوقع كده ايه اللي بيحصل؟ اتوقع ان ادي يا دكتور الانتي بودي جاهزه للانسان علشان بعد كده لما يجي له والميموري سيل تبدا تتعرف عليها، وبعد كده لما يجي بقى باثوجين يدخل الجسم يتعرف عليه الانتي بودي ده وايه ويهاجمه. ولكن الباسيف اميونايزيشن دي يا دكاتره بتكون ضعيفه وبتقعد فتره صغيره في الجسم. طيب امثله الباسيف اميونايزيشن زي ايه يا دكاتره؟ طبعا من اهمها واشهرها الاميونوجلوبولين. اما يكون في مثلا ميكروب معين متوقع ان المريض يكون اصيب بيه واديله الاميونوجلوبولين بتاعه، ده بيمنع الايه؟ بيمنع حدوث الانفكشن او ان الانسان ده يصاب بالايه؟ بالميكروب ده. من اشهر امثله الاميونوجلوبولين اللي كلنا عارفينها هي اللي بتستخدم ضد فيروس مين؟ فيروس بي. لو مثلا في طبيب في مستشفى وتشك بالابره لا قدر الله، او تلو او ايده كان في جرح مثلا في ايده وتتلوث بدم مصاب بفيروس بي، بياخد على طول مين؟ اميونوجلوبولين، سواء كان الطعم او ايه او ما الطعمش. طيب ده مثال. يبقى الاميونوجلوبولين اللي هو اختصاره اي جي ده عباره عن ايه؟ باسيف ولا اكتيف؟ باسيف اميونايزيشن. طيب يا دكتور اللبن بتاع الام لما يعدي للطفل او الطفل ياخده، او لما تعدي انتي بودي عن طريق البلاسينتا للطفل، ده يعتبر برضو ايه؟ باسيف اميونايزيشن. من اشهر الامثله اللي عندنا باسيف اميونايزيشن عن طريق البلاسينتا هي التطعيم الثلاثي اللي الام بتاخده اثناء الحمل. ده بيدي مناعه لمين؟ بيدي مناعه للطفل بعد الولاده. لان طبعا عايز اقول لك معلومه مهمه، ان طبعا التطعيم الثلاثي اللي هو بيتاخد من اول سن شهرين، من اول سن شهرين بيدي الاكشن بتاعه بعد شهر ونص. طب التلات شهور ونص دول لا قدر الله لو الطفل مثلا كان هيعمل جراحه او كان في اي ريسك انه يصاب بالتيتانوس او بالدفتيريا او بالبرتسس، هياخد مناعه منين؟ هيجيب ديفنس منين؟ علشان كده احنا بندي للام الحامل تطعيم مين؟ التطعيم الثلاثي، وهقول لك بالتفصيل دلوقتي. ها لحد كده واضح يا دكاتره؟ النهارده عايزين ما نعديش ولا كلمه من غير ما نفهمها. ما نعديش النهارده ولا كلمه من غير ما نعرف دي راحه فين وجايه منين واستفيد بيها ازاي. ها بسرعه الله يكرمكم كده، لو واضحه ماشي، مش واضحه نقول تاني. ها كل الدكاتره يتفاعل معايا الله يكرمكم. تمام. طب فين دكتور مصطفى؟ تمام. فين دكتوره شيماء؟ ها طيب نيجي بقى للاكتيف اميونايزيشن. الاكتيف اميونايزيشن يا دكاتره معناها ان انا اخلي الاميون سيستم يشتغل وهو اللي يطلع انتي بودي. طب ودي ميزتها ايه يا دكتور؟ لا يا دكتور ده دي ميزتها انها بيرمننت، لان الانتي بودي المتصنع ده اهو الجسم اللي مصنعه، والميموري سيلز خلاص معلمه الميكروب اللي هي صنعت ضده الانتي بودي، مجرد ما يدخل على طول هتهاجمه. زي ايه يا دكتور؟ زي الباست انفكشن. لو واحد جاله مثلا انفكشن مره ما يجيلوش تاني. وطبعا ده في مثال مشهور جدا 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 اللي هو التشيكن بوكس. عارفين التشيكن بوكس؟ التشيكن بوكس يا دكاتره يقول لك ايه؟ طالما جالك مره مش هيجيلك تاني. وطبعا التشيكن بوكس ده اهو لما الانسان بيكبر التشيكن بوكس ما بيموتش، بيبقى قاعد في الروت جانجليا. الروت جانجليا دي بعد كده الميكروب ده هو ينشط بعد كده الفيروس ده ويعمل ايه؟ ويعمل الزوستر. لكن قصد اقول لك ان التشيكن بوكس بيجي مره واحده وما يجيش ايه؟ تاني، عشان الجسم بقى عارفه ايه وعارف ان هو واخد مناعه ضده. طب ايه كمان؟ الفاكسينيشن. لما ادي العيان فاكسين بديله جزء من الميكروب ايا كان الجزء اللي بديهوله اكتف ولا ان اكتف، الجسم يبدا يتعرف عليه ويكون له انتي بودي. ها واضحه الباسيف والاكتف ايمونايزيشن يا دكاتره؟ ها لا يا دكتوره هبه، الزوستر
الزوستر ده المفروض ان هو بيجي للناس اللي جالهم تشيكن بوكس وهم صغيرين. ليه؟ التشيكن بوكس ده هو الفيروس ده ما بيموتش، الفيروس ده بيقعد في الروت اوف جانجليا في النيرف، وبعدين بيستنى اي فرصه بعد سن الخمسين او الخمسة وخمسين سنه، ويبقى فيه يحصل اي فيه ضعف في المناعه او المناعه يحصل فيها دروب، يجي له دور سخونيه، يخش في عمليه ولا حاجه لا قدر الله، يطلع بعدها الميكروب ده ينشط او الفيروس ده ينشط ويعمل الحزام الناري اللي هو الهربس زوستر. تمام. لكن مين هيتطعم؟ ايوه بالظبط، ما هو الشنجن. تمام. طيب انا بتكلم دلوقتي في افكار عامه يا دكاتره، مش بتكلم في بوينت موجهه، انا بتكلم في افكار ايه عامه. تمام. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها اللايف اتنويتد فاكسين. اللايف اتنويتد فاكسين ده لازم تحفظهم صم زي اسمك. طب الاول اللايف فاكسين يعني ايه؟ يعني انا هدي جزء صغير جدا جدا جدا، طبعا لا يرقى ان يعمل انفكشن، يعني جزء صغير جدا 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 من الميكروب او الفيروس ادي للانسان علشان يعمل ايه؟ يكون مناعه ضده. تمام. وبيظهر الريسبونس بتاعه بعد اول دوز، ما يحتاجش ان اكرر تاني. طيب هتستفيد يا دكتور؟ استفيد مناعه قويه جدا جدا جدا. طب بيعمل ايه السايد افكت بتاعته؟ ممكن يعمل لك فيفر وماليز ومايالجيا، زي ما يكون ايه؟ زي ما يكون انفكشن، وعملت الكلام ده بالظبط. طيب طبعا اللايف فاكسين ما ينفعش اديه لمريض اميونو كومبرومايزد او اميونو سبريسد، لان طبعا المناعه مش شغاله كويس. بديله لايف مايكروب او لايف باثوجين ممكن يعمل ايه؟ اكتيف ديزيز. يبقى اول حاجه لازم تعرفها، وطبعا دي مش محتاجه حفظ، دي حاجه مفهومه بالمنطق، ان اي حد عنده اميونو كومبرومايزيشن او هو اميونو سبريسد، سواء كان بياخد اميونو سبريسنت او هو عنده اصلا ديزيز بيعمل اميونو سبريشن، ده ما ينفعش ياخد ايه؟ لايف فاكسين. طيب مين كمان يا دكتور؟ البريجننت دي ممنوع منعا باتا، وطبعا لازم يجي لك في التطعيمات سؤال بريجننت. يبقى البريجننت دي ممنوع تاخد ايه؟ لايف اتنويتد فاكسين. تمام. طب مين كمان يا دكتور؟ قال لك الشيلدرن اللي اقل من سنه. طبعا ده لسه الايه؟ الكومبلمنت سيستم بتاعه ما تكونش كله بشكل كامل، بيبدا مع الوقت يحصل له ايه؟ ماتيوريشن. يبقى قبل سنه ما تديش للايه؟ للطفل لايف اتنويتد فاكسين. يبقى دكاتره تاني، مين هم اللي ما ينفعش ياخدوا لايف اتنويتد فاكسين؟ الاميونو سبريسد بيشنت او الاميونو كومبرمايزد بيشنت. الحاجه الثانيه البريجننت وومن، الشيلدرن اقل من كام؟ اقل من سنه. تاني اللايف فاكسين ما ينفعش يتاخد لثلاثه تحفظهم زي اسمك، اميونو سبريسد بيشنت، بريجننت، شيلدرن اقل من سنه. طب مين هم بقى يا دكتور اللايف فاكسين؟ قال لك يا دكتور انت في عندك سبعه فيروس وفي عندك واحد بكتيريا. الواحد بكتيريا اللي هو الاورال تايفويد ده ما يهمنيش قوي، لكن احفظ معايا صم الفاريسيلا والزوستر، طبعا دول اخوات. طيب كمان الانترانيزال فاكسين، الانترانيزال انفلونزا فاكسين. يبقى الفاريسيلا والزوستر، الانترانيزال انفلونزا فاكسين. طب والام ام ار اللي هو الميسل مامبس روبيلا، ها ميسل مامبس روبيلا، فاريسيلا والزوستر، انترانيزال انفلونزا فاكسين، الروتا فيروس واليلو فيفر والاورال بوليو. ها دول يا دكاتره يتحفظوا صم زي اسمك. تاني الام ام ار اي، الفاريسيلا والزوستر، الروتا فيروس والاورال بوليو واليلو فيفر، ولازم على راسهم اوعى تنساه الانترانازل انفلونزا فاكسين. وبمناسبه الانفلونزا فاكسين، الانفلونزا فاكسين كلها ان اكتف ما عدا مين؟ ما عدا النازل انفلونزا او الانترانازل انفلونزا فاكسين. ها الحته دي واضحه دكاتره؟ انا عايزكم النهارده تتفاعلوا معايا بصوره كبيره جدا، عشان عايزك تطلع حافظ المحاضره، مش عايزك تقعد تذاكر في ورق، مذاكره الورق مش هتعرف توصل منها اللي انت تسمعه النهارده. ها يبقى تاني يا دكاتره، اللايف فاكسين مين ما ينفعش ياخده؟ مين كونترا انديكيتد؟ واحد مناعته ضعيف، واحده بريجننت، واحد طفل صغير. اقل من كام يا دكتور؟ اقل من سنه. طب مين هم اللايف فاكسين؟
لازم الام ام ار، الفاريسيلا، الزوستر، اليلو فيفر، روتا فيروس، البوليو والانترانيزل. يجي في الامتحان يقول لك يا دكتور واحده بريجننت في الشهر الثامن وعايز اديها انفلونزا، اختار لي واحد انفلونزا، اديها بقى الانترانيزل ولا اديها الانجكشن؟ تقول له لا ده الانجكشن ده يبقى كتير عليها، اديها الانترانيزل. غلط. كل الانفلونزا فاكسين كله ان اكتيف ما عدا مين؟ ما عدا الانترانيزل ده لايف 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 لايف. الانفلونزا انترانيزل لايف، ام ام ار، زوستر، يلو فيفر، فاريسيلا، اورال بوليو، روتا فيروس. تمام. طيب قلنا البكتيريا زي الاورال تيفود وده قلنا ايه مش مهم قوي. طيب في حد فتح المايك كده كتره؟ ها تمام. طيب بعد كده كتره الان اكتف فاكسين، طبعا ده حاجه مش لايف، يعني اصلا ما بديش الفاكسين نفسه، بدي جزء منه كده بيكون ان اكتف، برضه الجسم يتعرف عليه ويكون انتي بودي. طيب ما يقدرش اصلا يعمل ايه ريبليكيشن، وده بيحتاج سيفرال دوزز. ليه؟ لان بدي مثلا جزء من الفيروس صغير، الجزء ده مش كافي ان يتكون مناعه كامله ضده، عشان كده بدي منه ايه سيفرال دوزز. زي مين؟ زي الهيباتيتس A و B، معلش رقم 2 دي هيباتيتس، هيباتيتس A و B، رقم 2 هيباتيتس A و B، ولا يهمك يا دكتورة تحت أمرك. ماشي يا دكاترة؟ يبقى طبعا الـ inactivated vaccine أو الـ inactive ده إيه؟ ده زي الهيباتيتس A و B، زي الإنفلونزا كلها مين؟ injection، ما عدا مين؟ ما عدا النيزل أو الإنترانيزل. اوعى تنسى المعلومه دي. تمام. الدفتيريا اللي هي والتيتانوس والبرتسس اللي هو التي داب او الدي تاب، ده برضو كلهم ايه؟ كلهم ان اكتف. والهيومن بابيلوما فيروس اللي هو الاتش بي في، فده كله ايه؟ ان اكتف. طيب في طبعا نوع تاني من الفاكسين اسمه البوليساكرايد فاكسين، ده بيكون باخد من السيرفيس كبسول بتاع الايه؟ بتاع البكتيريا. انتوا عارفين طبعا ان كل بكتيريا لها سيل وول ولها طبعا ايه؟ ماتريكس وبعض الايه الانترا سيلولر اورجانيلز، ولكن انا باخد جزء من السيرفيس بتاع الايه بتاع السيل وول وابدا بقى ايه اعمل له تصنيع بطريقه معينه وادخله علشان الايه الجسم يتعرف عليه ويكون له انتي بودي. طيب وده بيكون البوليساكرايد اما يكون منه بيور بوليساكرايد او يكون كونجوجيتد بوليساكرايد. طيب انا اعرف ايه يا دكتور في الحتتين دول؟ اعرف ان البوليساكرايد اللي هو البيور ما يتاخدش الاقل من سنتين، يبقى لازم يكون الطفل او اي حد اكبر من سنتين. يبقى البيور بوليساكرايد، وده عندي نوعين مشهورين جدا جدا اللي هو النيوموكوكال بوليساكرايد فاكسين 23، ده ايه؟ ده ما ينفعش يتاخد لحد اقل من كام؟ اقل من سنتين. تمام. امال يا دكتور الكونجوجيتد ده ينفع يتاخد لاقل من او يساوي ايه؟ سنتين. زي مين؟ زي الكونجوجيتد بوليساكرايد فاكسين اللي هو النيموكوكال بي سي في 13 او المننجوكوكال من اكوي، ده برضو ينفع لاقل من ايه؟ من سنتين. ها واضحه يا دكاتره؟ ها نعدي؟ ها فين الدكاتره؟ بيت الدكاتره الله يكرمكم. ها احنا لسه ما قلناش حاجه خالص، مش عايز ولا نقطة تعدي منك النهاردة في المحاضرة دي. المحاضرة دي أهم حاجة فيها السماع وليس المذاكرة. ها تمام كده؟ تمام. برضو في نوع تاني اسمه ريكومبيننت فاكسين، بيحط جزء من الجين بتاع الانتيجين الى جين من سيل تانية مثلا وليكن يست سيل، وبرضو ايه يدي للعيان في صورة انجكشن زي الهيومن بابيلوما فيروس والهيباتيتس بي واللايف تايفويد فاكسين اللي هو بتاع السالمونيلا. برضو الكلام ده ما ايه ما يهمنيش. يبقى اللي فات يا دكاتره اللي فات اعرف في ايه؟ عرفت يعني ايه باسيف اميونايزيشن واكتيف اميونايزيشن، عرفت مين هم، مين هو اللايف اتنويتد فاكسين، لايف فاكسين من هم زي ما قلت لك تحفظهم زي اسمك،
ومن الكونترا انديكيشنز بتاعهم ايه الفرق بينه وبين الان اكتف فاكسين. البوليساكرايد، البيور بوليساكرايد ما يتاخدش لاقل من سنتين، الكونجوجيتد يتاخد لاقل من او يساوي سنتين. لحد كده حد عايز حاجه في اللي قلته؟ ها دكاتره؟ تمام تمام الله يكرمكم. انا عايز كله النهارده يتفاعل ويكتب لي، اللي عايز اي حاجه يكتب لي اتنين بس وما يعملش حاجه، لكن كله بقى عارف واحد ولا اتنين. ها تمام. طيب اجي بقى الحته مهمه جدا، والحته دي لازم لازم سؤال امتحان، لازم ايه؟ سؤال امتحان. طيب بيتكلم عليها دكتور، بيقول لك يا دكتور لو انت هتدي سيادتك انتي بودي، يعني ايه اميونوجلوبولين مع فاكسين، اقول له يا دكتور الفاكسين ده حاجه من اتنين، يا اما الفاكسين ده هو يكون ان اكتف فاكسين، يكون ايه ان اكتف فاكسين، او يكون مين، او يكون اللايف فاكسين. طيب لو هو يا دكتور ان اكتف، ادي الاتنين مع بعض ولا اشغل بالي، ما يتاثروش الاتنين بمين؟ ما يتاثروش الاتنين ببعض. تمام. طيب لو انا هدي الانتي بودي اللي هو الاميونوجلوبولين مع اللايف فاكسين، قال لك يا دكتور انت معاك حاله من اتنين، يا اما تكون اديت اللايف فاكسين الاول وعايز تدي الانتي بودي، يا اما تكون بتدي الانتي بودي الاول وعايز تدي بعده مين؟ الفاكسين. ركز معايا. طيب لو اديت اللايف فاكسين الاول تستنى اسبوعين وتدي الانتي بودي، طب لو العكس اديت الانتي بودي الاول تستنى من 3 ل 4 اسابيع، لا شهور، من 3 ل 4 شهور وتدي مين؟ اللايف فاكسين. اللايف فاكسين ها، يبقى لازم سيادتك تكون عارف مين؟ عارف اللايف فاكسين. عرفت ليه بقى قلت لك احفظ اللايف فاكسين؟ تمام. بس القاعده دي ما تنطبقش على مين؟ على الهرب الزوستر او تطعيم الزوستر. الزوستر يتاخد في اي وقت ومع اي حاجه. يبقى تاني لو انتي بودي مع لايف فاكسين لازم افصل بينهم. افصل ازاي؟ تقول لي انت اديت مين الاول؟ لو اديت اللايف الاول استنى اسبوعين. طب لو اديت انت الانتي بودي الاول، افرض قال لي اميونوجلوبولين، ماشي اميونوجلوبولين هو نفسه مين؟ الانتي بودي. لو ادى الانتي بودي الاول استنى من 3 ل 4 ايه يا دكاتره؟ من 3 ل 4 شهور وبعدين ادي مين؟ اللايف فاكسين. والكلام ده ما يطبقش على مين؟ على الزوستر، اللي هو الزوستر ده ايه؟ لايف ولا ان ولا ان اكتف؟ ها الزوستر ده ايه؟ ها حدش معايا؟ تمام لايف فاكسين. طيب يبقى دكاتره الاميونوجلوبولين، الاميونوجلوبولين او الانتي بودي مع الفاكسين، لازم الفاكسين لو كان لايف لازم افصل، اعمل ايه؟ سبيس، اعمل ديفيرنج. ركز في المصطلحات دي كويس قوي، لانه في الامتحان بالذات في الاميونايزيشن لازم تكون عارف مين المصطلحات. لما يقول لك اعمل سبيسنج ماشي، استنى وقت قد ايه ماشي، اعمل ديفيرنج يعني ااخر. ها ديفيرنج يعني دي اي دي اي اف اي ار ار اي ان جي، ها ديفيرنج يعني اخر قد ايه. ماشي يا دكتور. طيب نيجي بقى لو انا عايز ادي لطفل جاي لي مثلا دلوقتي وانا هدي له مثلا 5 فاكسين مع بعض، اسمع المعلومه دي مهمه قوي. قال لك يا دكتور لو انت هتدي له في جلسه واحده، في زياره واحده، في فيزيت واحده كل التطعيمات بتاعته، ادي كل اي رقم تديه من التطعيمات مفيش مشكله. اديت له تطعيمات اكتف مع ان اكتف، كله لايف مع غير لايف مش فارقه، بس كله في ايه؟ في وان فيزيت. ها يبقى التطعيمات اللي هتتاخد في وان فيزيت سواء كانت لايف او ان اكتف ما تفرقش معايا. ها طب افرض بقى دكتور سيادتك اديت له لايف النهارده وعايز تدي له واحد لايف، انت نسيته، الممرضه جابت لك تطعيمين وسابت واحد، قالت لك ده انا نسيته، قالت لك ده خلصان، قالت لك ده ازازه اتكسرت، اي سبب، اعمل ايه؟ يجي بعد قد ايه ياخد اللايف فاكسين؟ ها لازم تفصل بينهم، بين مين ومين؟ بين الاثنين لايف، باربع اسابيع. ها باربع اسابيع. طب افرض يا دكتور
انا بقى اديت النهارده ان اكتف وعايز اديله ان اكتف الزياره الجايه، اديله ولا تشغل بالك. يبقى انا الشرط ده لمين يا دكاتره؟ الشرط ده يا دكاتره فقط، ها فقط لمين؟ فقط لللايف فاكسين. لو ما خدش الاثنين لايف في وقت واحد في فيزيت واحده، لازم الزياره الجايه ما ينفعش ادهوله الا لما يكون فصل بينهم قد ايه؟ 4 اسابيع. احفظ معايا 4 اسابيع. طيب يجي في الامتحان بقى يقول لك يا دكتور، ولازم تيجي. طيب يقول لك يا دكتور مصطفى، النهارده يا باشا الطفل ده هو جالي خد تطعيم الام ام ار اي، الام ام ار، الام ام ار اللي هو ايه؟ الميس المامبس روبل. طيب ونسى يا دكتور احمد انه ياخد تطعيم مين؟ الفاريسيلا، وبيقول لك الزياره الجايه دي بعد اسبوع، ياخد ولا ما ياخدش ولا يستنى قد ايه؟ ها تمام، 4 اسابيع من امتى؟ 4 اسابيع من يوم ما خد اللايف الاولاني. طيب اللعبه اللي بيجيب لك في الامتحان ازاي بقى يا دكتور؟ ايوه يا دكتور احمد، يقول لك الراجل ده خد فاكسين لايف من اسبوعين وجاي النهارده، اطعمه ولا استنى؟ واستنى قد ايه؟ ها جاي خد من اسبوعين، استنى قد ايه يا دكاتره؟ استنى اسبوعين. برافو عليكم، ها فهمتوها دي؟ ها كله فاهم دي يا دكاتره؟ تمام. طب افرض بقى في الامتحان جاب لك بالايام، ما تفرقش معايا طالما انا عارف القاعده ايه اللي يحصل يا دكاتره، طالما انا عارف القاعده خلاص اقول له يا دكتور انا ايه حافظ، خلاص مش فارقه معايا القصه دي خالص بتاعتك، انا فاهم الايه، فاهم اللعبه بتاعتك. تمام. طيب يبقى دكاتره بنقول دلوقتي ان اللايف فاكسين لو ما اتاخدوش في وان فيزيت ما ينفعش اديهم مع بعض، اعمل ايه؟ استنى 4 اسابيع. جالي قال لي ده خد من اسبوعين، استنى بقيت ال4 اسابيع. جه من 3 اسابيع، استنى برضه بقيت ال4 اسابيع. والكلام ده ما يتطبقش على مين؟ ما يتطبقش على الروتا فيروس. الروتا فيروس مش لازم تستنى ال4 اسابيع. يبقى انا كان عندي في واحد اكسبشن، فين؟ في اللايف فاكسين مع الاميونوجلوبولين اللي هو مين؟ اللي هو الزوستر. طب واللايف فاكسين يتاخدوا مع بعض في وان فيزيت؟ ايوه. في حقنه واحده؟ ايوه. لكن لو ما اتاخدوش مع بعض في وان فيزيت لازم افصل ايه؟ 4 اسابيع، ما عدا مين؟ ما عدا الروتا فيروس. ها واضح يا دكاتره الكلام ده؟ ها تمام؟ تمام. طيب ايه بقى الكونترا انديكيشن يا دكتور بتاعتك؟ الكونترا انديكيشنز بتاع الفاكسين بتاعك حاجه من اتنين، يا اما تكون كونترا انديكيشن نتيجه سبب معين ودي بسميها ايه؟ تمبوراري كونترا انديكيشن، او تكون كونترا انديكيشن دائمه بسميها بيرمننت كونترا انديكيشن. ها تمام؟ تمام. طب مين بقى يا دكتور اللي ممنوع ياخد التطعيم؟ ممنوع ياخد التطعيم بيرمننت. قال لك يا دكتور واحد حصل له سيفير اليرجيك رياكشن. استنى بقى الكلام ده لازم نفصصه. يعني ايه سيفير اليرجيك رياكشن؟ يعني حد حصل له ارتكاريا، دي كونترا انديكيشن؟ كله جاوبني. ارتكاريا دي كونترا انديكيشن؟ ها لا يا دكتوره اروى، اللي هيحصل له اليرجيك رياكشن، سيفير اليرجيك رياكشن، هيحصل من فاكسين معين، ساعتها الفاكسين ده هيبقى ماله؟ يبقى كونترا انديكيتد. لكن مش واحد حصل له اليرجيك رياكشن من حاجه معينه اقول له كل الفاكسين ما تاخدهاش، لا طبعا. طيب ارجع لسؤالي، واحد حصل له ارتكاريا يبقى ده كونترا انديكيشن او ده سيفير اليرجيك رياكشن ما ينفعش اخد معاه الفاكسين؟ ها طيب واحد حصل له ريدنس يا دكتور، ريدنس ات سايت اوف انجكشن، ها دي سيفير اليرجيك رياكشن؟ ها
اللي انا بسألكم فيه دي حاجات جت في الامتحانات، اللي انا بسأل فيها دكاترة ده زي ما قلت لكم دي مش هتتذاكر، بس دي تتسمع. طبعا الكونترا اندكيشن ده دكاترة، اي فاكسين يعمل سيفير اليرجيك رياكشن ما ينفعش يتاخد، اي انكفالوباسي يحصل من فاكسين ما ينفعش يتاخد، وهكذا. بس ركز معايا في الالفاظ اللي بقولها بس الاول، الله يكرمك. يبقى تاني بقول لو واحد حصل له ارتكاريا او هيفز او ريدنس ات سايت اوف ايه اوف انجكشن او سويلنج ات سايت اوف انجكشن، ده كله ايه؟ ده لا يعني سيفير اليرجيك رياكشن. امال انت قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي الانافلاكسس. قصدي مين؟ الانافلاكسس. يبقى لو قال لك في الامتحان صراحه كده فاكسين عمل انافلاكسس، اقول له ده كونترا انديكيشن ما ياخدوش، لكن يقول لي ريدنس، يقول لي هيفز ارتكاريا، كل ده مش ايه؟ مش معايا. ها واضح يا دكاتره؟ طيب اسمع اللي بعده، يقول لك انكيفالوباسي. انكيفالوباسي طيب ده معناه ايه؟ يقول لك ده خد فاكسين وليكن هو الدي تاب وحصل له انكيفالوباسي. اعرف ازاي يا عم الحاج انه حصل له انكيفالوباسي؟ اما يقول لك حصل له كوما بعد ما خد الفاكسين بقد ايه؟ ركز معاي، 7 ايام. يبقى خلال 7 ايام من الريسيفنج اوف فاكسين لو حصل له كوما او حصل برولونجد سيزر او ديكريز في الليفل اوف كونشيسنس. ايوه، وخد بالك يا دكتور ان الليفل اوف كونشيسنس بعرفه من السكيلز، ولازم دايجنوز ان هو ايه؟ ليفل اوف كونشيسنس از ديكريزد. يبقى لازم يقول لي كوما، لو قال لي في الكيسه كوما او قال لي ديكريز ان ليفل اوف كونشيسنس او قال لي برولونجد سيزر، بس استنى خلال 7 ايام من الفاكسين ده، كده ساعتها اقول له ده ايه؟ شكرا، انكفالوباسي، وده ما ينفعش ياخد التطعيم ده تاني. واضح يا دكاتره؟ ها الحته دي واضحه؟ ها تمام. لا يا دكتوره اسماء، انا اديت ابدي مثال لان دي اشهر واحده بتعمل الانكفالوباسي، لكن اي فاكسين يعمل انكفالوباسي خلاص ممنوع. تمام. طيب اسمع دي يا دكتور، يقول لك طفل عنده 2 سنين جت طوارئ، جالك الامرجنسي ديبارتمنت وعنده كونفالشن وسيزر، وبعد ما اتعمل له كمادات ميه ساقعه وخد باراسيتامول، الايه؟ السيزر وقف. يبقى ده يا دكتور ركز معايا، ده فيبرايل سيزر. يعني ايه فيبرايل سيزر؟ يعني سيزر نتيجه الايه؟ اليفيشن اوف تمبريتشر. ساعتها برضه اقول له ده ايه؟ ده مش معايا. السيزر او الكونفالشن اللي تكون من الفاكسين بتكون برولونجد، يعني مش نتيجه فيفر. ادي مثلا حاجه علشان الانتي بايريتك تضيع السيزر، يبقى ده برولونجد. معايا دكاتره؟ ها والنقطه دي برضه جت في ايه؟ جت في امتحان قبل كده. ها لحد كده دكاتره الكلام سهل؟ ها ها حدش معايا؟ ايوه يا دكتور انا بقول دي مثال برضه يا دكتوره اسماء، نوت ريسبوند تو انتي بايوتيك، ده ايه؟ ده مثال. افرض جاب لك يا دكتور، طبعا كلنا خدنا نيورو، قال لك ان ده دخل مثلا في سيزر نتيجه ان هو اصلا ماشي مثلا على ايه؟ على الفينيتوين ومبطل مثلا بقاله اسبوعين. ده ممكن يكون من ايه؟ من الدواء، لكن انا عايز احصر الانكيفالوباسي او السيزر اللي حصل للعيان ده هو من مين؟ من ان هو خد الفاكسين وخلال 7 ايام حصل البرلونجد ايه؟ سيزر. ها فهمنا يا دكاتره؟ تمام. الدكاتره عايز اعيد، انا ما عنديش مانع اعيد تاني خالص خالص. ها لاست بارت عيني. يبقى الانكيفالوباسي يا دكاتره، يا دكتوره ارو، دكتوره شيماء معايا، ركزي معايا. الانكيفالوباسي احكم ازاي على العيان ان حصل له انكيفالوباسي؟ ان خد الفاكسين النهارده وخلال 7 ايام من اخدان، لا رقم 4 لسه ما قلتهاش يا دكاتره، لا ركزوا معايا الله يكرمكم، رقم 4 انا لسه ما قلتهاش، انا لسه في رقم 2. وصلوا يا دكاتره عندكم مش واضح ولا ايه؟
الصوت مش واضح. ها بالظبط يا دكتوره اسماء. لا الصوت عندكم الاول واضح ولا مش واضح؟ طمنوا الاول. ها تمام. طيب يبقى دكاتره انا قلت رقم واحد بس اللي هي سيفير الرجيك رياكشن انافلاكسس، وقلت اكسكلود لمين؟ اكسكلود لاي حاجه تانية غير الانافلاكسس، يعني ارتكاريا او هيفز او اي حاجه مش مشكلتي. الانكفالو باسي بقى ركز، هتعرف ازاي ان هو انكفالو باسي؟ لو قال لك في الامتحان صراحه يبقى زي الفل. طب ما قالش، قال لي كوما يبقى خلاص دي انكفالو باسي. قال لي لوس اوف كونشسنس او ديكريز في الليفل، اقول له برده ده انكفالو باسي. قال لي برولونجد سيزر، ده انكفالو باسي بس بشرط يكون خلال قد ايه؟ 7 ايام من التطعيم. تمام، واشهر تطعيم يعمل كده هو الدي تاب. طيب قلت لك فرق بين انواع السيزر، لو قال لك سيزر نتيجه هاي فيفر وخفت بالباراسيتامول يبقى ده ايه؟ مش برولونج، يبقى ده مش من التطعيم، التطعيم بريء كده ساعتها. تمام كده. طيب بعد كده لو العيان ده هو عنده سيفير اليرجيك رياكشن زي مين؟ ايوه زي اللي يحصل مع انفلونزا فاكسين، ياخد التطعيم من هنا ويحصل له ايه؟ يحصل له حساسيه او يحصل له انافلاكسس بعد الانفلونزا فاكسين. ده ما ياخدش كل الانفلونزا فاكسين. ها دي حاله خاصه برضه من مين؟ من السيفير اليرجيك رياكشن، خاصه بمين؟ بالانفلونزا، علشان الانفلونزا كله بيتصنع فين؟ على امبريو اوف ايج، امبريو اوف ايج او امبريو اوف تشيكن، كله ده على ايه؟ على البروتين بتاع الايج. يبقى اي حد عنده حساسيه من البيض او حصل له انافلاكسس بعد الانفلونزا ما ياخدش مين؟ ما ياخدش الانفلونزا فاكسين. طيب يا دكتور رقم 4 بقى دكاتره دي المفروض مش بيرمننت، المفروض رقم 4 دي مين؟ رقم 4 دي تكون في التمبوراري. لو حد جالك عنده سيفير فيبرايل إلنس، يعني درجة حرارته كام؟ أكبر من أو يساوي 38 درجة، أقول له استنى لما الإيه؟ لما الحرارة تقل عن 38. افرض 37.5، لا ده مودريت وياخد الفاكسين عادي. ها واضحة يا دكاترة؟ ها دكاترة تمام؟ ها كله يكتب واحد الله يكرمكم. تمام التمبوراري بقى، ايوه ركز معاي، جات لي برضو مين اول واحدة؟ بريجننت. ايوه البريجننت نفس الكلمة اللي قايلينها من شوية، ما تاخدش مين؟ لايف فاكسين. طب بعد الحملة يا دكتور تاخد كل الفاكسين اللي عايزاه، يبقى ده ايه؟ كونترا انديكيشن ولكن مؤقت، لما يزول السبب اللي هو الحمل هتاخد كل الايه؟ كل الفاكسين عادي خالص. تمام ايوه بس في اكسبشن كمان بقى، اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس. هيومن بابيلوما فيروس مع انه ان اكتف ولكنه ممنوع مع مين؟ نوت ريكومندد مع البريجننت. ها بقى تاني التمبوراري كونترا انديكيشن. المايك يا دكاتره الله يكرمكم. التمبوراري كونترا انديكيشن اللي هو موانع مؤقته زي البريجننت، ممنوع تاخد كل اللايف فاكسين. زي مين يا دكتور؟ زي النازل انفلونزا فاكسين، اوعى تنسى. طب وكمان ممنوع تاخد مين؟ ان اكتف هيومن بابيلوما فيروس، مع انه ان اكتف ولكن ممنوع في الحمل. طيب ركز معاي اللي جاي دي كمان سؤال امتحان. ايه بقى يا دكتور؟ بيقول لك لو واحد انا عايز اديله لايف فاكسين زي مثلا الام ام ار اي، وليكن مثلا طفل عنده كانسر والمفروض يطعم الام ام ار او يطعم مثلا الايه البوليو او يطعم الفاريسيلا، وهو بياخد سيستميك كورتيكوسترويد او بياخد مثلا سيستميك كورتيكوسترويد لاي سبب كاميونو سبريسنت مثلا، اعمل ايه؟ افصل ولا ما افصلش؟ ركز معايا في الكلمتين دول. قال لك تفصل بثلاث كلمات، تفصل بثلاث كلمات، اللي هما ايه الثلاث كلمات يا دكتور؟ احفظ معايا واكتب في الشات، سيستميك هاي دوز لونج ديوريشن، سيستميك هاي دوز لونج ديوريشن،
كله يكتب في الشات دكاترة systemic high dose long duration. ها systemic long duration high dose حدش كتب في الشات برضو. ها محاضرة دي تطلع النهاردة معايا ان شاء الله تعرف تجاوب systemic high dose long duration. براف دكتورة اسماء، دكتورة شيماء، تمام، دكتور احمد، تمام، ايوه. طيب قبل ما اقول يعني ايه لونج ديوريشن ويعني ايه هاي دوز، افرض بياخد لونج ديوريشن وهاي دوز بس انهاليشن مفصلش، عرفت ليه بقول لك اكتب في الشات؟ ايوه بالظبط كده. يبقى دكاتره رقم 2 دي لونج ديوريشن في جي بعد الان معلش. طيب يبقى اول حاجه لازم يكون سيستميك، يعني لو انهاليشن لا ماليش دعوه بيه. طيب لونج ديوريشن يعني كام؟ اكبر من او يساوي 14 يوم. ها طب وهاي دوز يعني ايه يا دكتور؟ احفظ اكبر من او يساوي 2 ملي جرام لكل كي جي بير دي. طب حد يقول لي بقى طب ما احنا يا دكتور طفل الازمه كنا بنديله 2 ملي جرام. اقول لك بس كان كام يوم؟ 5 او 10. يبقى اقل من كام يوم؟ اقل من 14 يوم. افرض جه في الامتحان وقال لك طفل ازماتك وبياخد كورتيكوسترويد، طالما ما قالكش انه بياخد لونج ديوريشن كل مرضى الازمه بياخدوا ايه؟ شورت كورس. ها واضحه يا دكاتره؟ ها تمام تمام. طب افصل قد ايه يا دكتور؟ فاكر لما قلنا عايزين نربط عشان ما نحفظش كتير، لما قلنا افصل بين 2 لايف فاكسين بقد ايه؟ افصل بين 2 لايف فاكسين بكام؟ اكتب في الشات. ها برافو يا دكتور ارو، برافو يا دكتور ارهاب، برافو يا دكتوره سمر، تمام دكتور. لا دكتوره سمر لا يا دكتوره، دكتوره هبه برافو، دكتوره شيماء تمام. افصل بين 2 لايف فاكسين باربع اسابيع. اربعه يا دكاتره مش 2. انا قلت 2 دي امتى؟ لما كان خد من اسبوعين وجاي لي فيزيت النهارده اقول له استنى اسبوعين عشان اكمل مين؟ الاربعه. تمام. هنا برضو نفس القصه، قال لك لو انت قدامك عيان بياخد هاي سيستميك كورتيكوسترويد فور لونج ديوريشن، افصل او قول له استنى اما تخلص الكورتيكوسترويد وبعدها بقد ايه؟ باربع اسابيع ادي الفاكسين بتاعك. يبقى استنيت قد ايه؟ شهر او قد ايه؟ او اربع اسابيع. ها واضحة؟ ها تمام يا دكاترة تمام. طيب افرض بقى دكتور طفل بياخد كيمو ثيرابي. ايوه كيمو ثيرابي يعني ايه؟ يعني اميونو سبريسنت، جهاز المناعة بتاعه متدمر وعايز جاي للنهاردة عشان ياخد مين؟ جاي للنهاردة ياخد inactive vaccine. افصل؟ لا ما افصلش. افصل مع مين؟ مع اللايف فاكسين. مع مين يا دكاتره؟ مع اللايف فاكسين. تمام. افصل بقد ايه؟ اقول له استنى، فاكرين الانتي بودي؟ ها ايوه. قال لك يا دكتور لو خد اللايف فاكسين الاول افصل او يعني بعده باسبوعين ادي الكيمو ثيرابي. طب افرض كان خد الكيمو سيرابي الاول، استنى 3 شهور. طيب استنى كده، خد بالك ده مين؟ اللايف فاكسين. مع مين؟ مع الكيمو سيرابي. لو طفل بياخد اصلا كيمو سيرابي ما اقولوش وقف بقى، لا كمل الكيمو سيرابي وبعده بقد ايه؟ ب3 شهور يكون جهاز المناعه تعافى، لان طبعا انتوا عارفين خدته في الانكولوجي ان الكيمو سيرابي بيعمل ايه؟ اميونو سبريشن، فيستنى لما يرفع الايه؟ الاميون سيستم، وبعدين ادي بعده ب3 شهور قد ايه يا دكاتره؟ اللايف فاكسين. لكن لو خد اللايف الاول ابقى ريحت العيان، ياخد اللايف فاكسين وبعدين استنى اسبوعين وادي له مين؟ الكيمو سيرابي بتاعه. ها في حد عنده سؤال في السلايد دي؟ ها كله يا دكاترة يكتب لي، لو حد عايز حاجة نعيد له تاني، لو قعدت تذاكر من هنا للسنة الجاية هتلاقي نفسك تايه. ها تمام. طيب
في بقى حاجات مشهور انها كونترا انديكيشن للفاكسين، ولكن هي ايه؟ مش كونترا انديكيشن، تمام؟ يعني دي اسمها ايه؟ ميسكونسبشن، مفاهيم خاطئه. طيب دي معناها يا دكاتره؟ قال لك يا دكتور ان تلاقي الناس تاجل التطعيم نتيجه مثلا ان حد بياخد مضاد حيوي، هل الانتي ميكروبيال ده كونترا انديكيشن، كونترا انديكيشن للفاكسين؟ لا طبعا. او المايلد إلنس، مايلد إلنس يعني ايه يا دكتور؟ جنبها كده بالقلم الجميل بتاعك واكتب لي عن درجه الحراره اقل من 38. طب افرض 38 او اكبر، اقول له استنى اما ايه تنزل، علشان ده مين؟ ده سيفير إلنس. لكن انا بتكلم هنا على مين؟ على المايلد إلنس، تمام؟ طيب اف لايف، ايوه يا دكتوره، فيش فرق بين لايف وغير لايف في الكونترا انديكيشن. اللايف الحاجه لو لايف وبيعمل حساسيه او بيعمل انافلاكسس خلاص ما ينفعش اديه، لو لايف وبيعمل وفي البيشنت عنده سيفير إلنس ما ينفعش اديه. اين اكتف كمان؟ ايوه طبعا. لكن انا بتكلم على مين؟ لو واحد عنده مايلد إلنس، يعني مثلا درجه حرارته 37.5، ياخد انتي مايكروبيال، بياخد مضاد حيوي، ياخد، تمام؟ طيب هاوس هولد كونتاكت ويز بريجننت او اميونو سبريسد بيرسون، طب ايه المشكله؟ اي حد مثلا قاعد مرافق مع شخص بياخد كيمو سيرب، او مرافق مع مثلا بريجننت، ده متاثر مفيش اي مشكله، ياخد تطعيماته عادي خالص مفيش اي مشكله. او بريست فيدنج كون بترضع، ها برضو ايه؟ تاخد تطعيماتها عادي خالص. ماشي يا دكاتره؟ ها تمام. طيب كان ده كله ايه؟ الانفاليد دي ما تفرقش معايا، ولكن دي حاجه براكتيكال تعرف. طيب نخش بقى دكتور على مين؟ على الشغل بتاعي. خد بالك انا هتكلم في تطعيمات بالتفصيل علشان دي مهمه جدا 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 جدا. طيب اخلص التطعيم اسالني في اللي انت عايزه فيه. طيب يا دكتور هيباتيتس بي فيروس طبعا ده ان اكتف، بيتاخد جدول لمين؟ يعني ايه جدول؟ يعني روتين فاكسينيشن. يعني مين؟ يعني كل الناس تاخده. ها طيب الهيباتيتس بي فاكسين يتاخد كام جرعه؟ قال لك يا دكتور يتاخد 3 جرعات، جرعه عند الولاده بيسموها الجرعه الصفريه، وجرعه عند شهر او شهرين، والجرعه الثانيه منين؟ من 6 شهور ل 18 شهر. يبقى كام جرعه يا دكتور؟ ها كام جرعه؟ 3 جرعات، جرعه عند 0 وجرعه عند 1 او 2 وجرعه عند من 12 ل 18 او من 6 ل 18. طب ده بتاع الاطفال. طب الكبار لهم تطعيم يا دكتور؟ ايوه الكبار لهم تطعيم بس مش جدول. يعني ايه مش جدول؟ يعني اطعم الناس اللي هم هاي ريسك، ركز في الكلمه دي، اطعم مين؟ الناس اللي هم هاي ريسك. يعني واحد عادي وما عندوش اي ريسك فاكتور يتطعم؟ لا ما يتطعمش. يبقى تاني هيباتيتس بي فاكسين يتطعم للاطفال على الجدول، يعني كل الاطفال تاخد عند 0 و1 او 2 ومن 6 لكام؟ ل 18 شهر. طيب والادلت يا دكتور؟ الادلت يتطعم الناس اللي هم هاي ريسك. طب يتطعموا ازاي؟ ياخدوا 3 دوز. يعني ايه 3 دوز يا دكتور؟ يعني يا دكتور هياخدوا 3 جرعات، اول جرعة وبعدين يستنى شهر وياخد التانية، وبعدين يستنى 6 شهور وياخد التالتة. افرض واحد مسافر وعايز ياخد التلات تطعيمات بسرعة، ياخد اول جرعة ويستنى شهر، وبعد التانية بشهرين ياخد مين؟ ياخد التالتة. ها الحتة دي واضحة؟ ها هيباتيتس بي واضحه؟ مين هاي ريسك؟ هقول لك دلوقتي، لكن لحد كده مفهوم؟ تمام. يبقى الاطفال تاخد 3 جرعات على الجدول. طب والكبار يا دكتور؟ الكبار فقط ات ريسك، الناس اللي هم هاي ريسك ان يحصل لهم اصابه بفيروس بي هم اللي اطعمهم. اطعمهم ازاي؟ اديهم 3 جرعات، جرعه اللي هي البدايه، وبعد شهر التانية، وبعد 6 شهور مين؟ التالتة. لو مستعجل خلي بين التانية والتالتة كام شهر؟ شهرين. طب مين الهاي ريسك يا دكتور؟
قال لك يا دكتور الهاي ريسك خد بالك. طيب قال لك لو واحد عنده ديابيتس تمام وسنه كبير زي مثلا 60 سنة تمام، او 2 متجوزين واحد فيهم عنده مين هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف، ايوه الكلام بتاع مين بتاع الجي اي تي، الناس اللي حضرت بس انتوا مجموعه الكوندنسد ما حضرتوش معايا جي اي تي. السيرفيس انتيجين ده موجود في كل الناس المصاب فيروس بي. طيب معنى ما يقول لي هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف يعني عنده ايه فيروس بي. طب لما يكون احد السيكشوال بارتنر عنده فيروس بي يبقى التاني لازم ياخد ايه تطعيم تمام. طيب خد بالك بقى، او يقول لك يا دكتور من هو هاف سكس ويز من، وعلم على دي الامتحان، ها من هو هاف سكس ويز من ده سؤال امتحان كل سنة، يقول لك من هو هاف سكس ويز من جاي لك عشان يشوف الريكومنديشن بتاع الفاكسينيشن ياخد مين، احفظ معاي من هو هاف سكس ويز من على طول هيباتيتس بي، كم جرعة 3 جرعات، اول جرعة وبعد شهر التانية وبعد 6 شهور مين التالتة. يقول لك كمان الناس اللي بيعملوا مونو جيمس ريليشن شيب ماشي يا دكتور، او بياخد اليسيت انترافينس دراج، بياخد ايه بيضرب ماكس بياخد انترافينس دراج، خد بالك انترافينس عشان ريسك المين لعدوى الفيروس بي، او الهيلس كير وركر طبيب شغال في مستشفى مثلا بطنه او مستشفى كبد او في جراح اي حد من الناس دي برضو ايه بياخد تطعيمات عشان مين هو هاي ريسك بيشن. اي ركز في اللي جاي اند ستيج رينال ديسيز، يعني ايه يا دكتور يعني واحد كورونيك كيدني ديسيز بس اند ستيج يعني هيغسل كلى، يجي يقول لك دياليسز زيها زي مين، ها زي ما يقول لك اند ستيج رينال ديسيز، او حد مسافر لمكان معروف عنه ان هو هاي انديميك بهيباتيتس بي، او حد اتش اي في بيشنت. الكلام ده واضح يا دكاتره؟ ها هيباتيتس بي واضحه؟ ها طيب يبقى انا يا دكتور كده بسرعه الخص هيباتيتس بي، انا عرفت في ايه، عرفت مين بيتطعم على الجدول، وقلت اللي هما مين البيدياتريك، اللي يعني ايه بيدياتريك من 0 لـ6 سنين، احفظ دي حفظنا دي. طب يا دكتور والادلت لا ما يطعموش الا لو هاي ريسك بيشنت او هاي ريسك بيرسون. هاي ريسك بيرسون يقول لك ايه زي مين، اقول له 2 مشهورين قوي ديابيتس ودياليسيس، ديابيتس ودياليسيس خد بالك، واحد مسافر واحد شغال في مستشفى واحد اتش اي في، واسمع 6 اللي هم اللي هو من هو هاف 6 ويز من، دي دايما انا عامل لك بالخط العريض عشان دي ايه دايما امتحان، ها طيب مفهوم يعني محدش عايز يسالني اسالك انا السؤال ده. طيب لو واحد يا دكتور ديابيتس لسه متشخص ديابيتس وعنده قد ايه وعنده 20 سنة، وقال لك يا دكتور هو كان واخد تطعيم الـ3 جرعات بتوعه زمان وهو مولود لسه، ها ده ديابيتس وأضلت ياخد ولا ما ياخدش، ها الله الله ده في ناس مركزة معايا اهي، ها تمام راف، بس لو الاجابة دي كانت برايفت كان بقى زي الفل. طيب ايوه يا دكاترة كلكم شطار ما شاء الله، ليه ما ياخدش؟ قال لك يا دكتور علشان اقول عليه انه هاي ريسك، لو عنده حاجه من الحاجات دي ما يكونش ايه ما يكونش الطعم. طب لو الطعم اطعمه تاني ليه؟ ثواني خدوا بالكم، الـ60 سنة دي مش مهمه قوي بالنسبه لي قد واحد خد تطعيم، يعني السبب اللي ما خلانيش اطعم الديابيتس او واحد هاي ريسك انه خد ايه 3 جرعات تطعيم بتوعه، لكن لو ما اطعمش اطعمه، ها واضحة، ها يلا عشان نعدي احنا لسه في اول واحد.
تمام. ايوه دي بقى بروزها دي علشان، لا يا دكتوره اروى الايدج برضو معتبر، ولكن التريك اللي انا بسال فيها بتاعت مين؟ بتاعت نوت بريفيوسلي تيكن فاكسينيشن، ما خدش تطعيم قبل كده. طيب تمام. ايوه الحته دي بقى منين؟ من شابتر الجي اي تي، بس طبعا لازم تتاخد فين؟ مكانها هنا. لو طفل يا دكتور هيتولد لام مصابه بفيروس بي، وسيادتك عرفت منين انها مصابه بفيروس بي؟ عملت السيرفيس انتيجين لقيته بوزيتيف. طيب قال لك الطفل ده هو اول ما يتولد وانت عارف ان المازر بتاعته مالها مصابه بفيروس بي، لازم تديله اميونوجلوبولين، ها، وتديله ايه؟ اول جرعه من الفاكسين خلال 12 ساعه من، يا دكتور خلال 12 ساعه من الولاده. ها واضحه يا دكاتره؟ ها تاني بقول، لو طفل مولود لأم مصاب ايه؟ فيروس بي، اول ما يتولد خلال 12 ساعة من الولادة ادي الجرعة الصفرية بتاعت الطفل اللي على الجدول ومعاها اميونوجلوبيولين. تيجي في الامتحان يسألني ازاي؟ يقول لك يا دكتور الاختيارات ما كانش فيها فاكسين ولا فيرست دوز ولا اميونوجلوبيولين. امال كان فيها يا دكتور؟ كان فيها اكتف وباسيف اميونايزيشن مع بعض، ولا اكتف اونلي ولا باسيف اونلي ولا نوت نيد؟ ها ها قد ايه يا دكاتره؟ اكتف وباسيف، برافو يا دكاتره، كلام سهل. تمام. طيب طفل اتولد والام بتاعته مش معروف الهيباتايتس سيرفيس انتيجين بتاعها، هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بس متوقع نعمل ايه؟ متوقع انها تكون مصابه. قال لك تعمل ايه يا دكتور؟ قال لك اول حاجه تدي مين؟ تدي الجرعه الصفريه بتاع الفاكسين. مش كل الاطفال بتاخد كده كده دي الايه؟ تطعيمات الجدول، يبقى اديله الجرعه الصفريه بتاعته خلال قد ايه؟ برضه 12 ساعة من الولادة. طيب وبعدين اعمل له تيست بقى للاميونوجينيستي، وتيست كمان للايه؟ للام. طيب وشوف لو بوزيتيف يديله الايه؟ الهيباتيتس بي اميونوجلوبولين خلال قد ايه؟ خلال اسبوع. ها يبقى طفل اتولد لام معرفش بس متوقع. قال لك يا دكتور الاول اديله الجرعة الصفرية بتاعته خلال 12 ساعة، وبعدين اعمل التيست وعلى الطفل اللي اتولد وشوف لو كان بوزيتيف اديله مين؟ اميونوجلوبولين خلال قد ايه يا دكتور؟ خلال اسبوع. طيب خد بالك، طفل اتولد اقل من 2 كيلو جرام بس الام بتاعته كانت مالها نيجاتيف فيروس بي. يعني ايه نيجاتيف فيروس بي؟ يعني هيباتيتس سيرفيس انتيجين ماله نيجاتيف. اقل من 2 كيلو قال لك هتعمل ايه؟ تديله الجرعة بس مش ساعة الولادة بقى، مش عند الزيرو، بعد شهر من الولادة او وهو خارج من المستشفى. طب افرض خرج قبل الشهر، ياخد قبل الشهر. تاني ركز معايا في الكلام الجميل ده، طفل اتولد الام بتاعته نيجاتيف فيروس بي، طيب امال مشكلته ايه؟ انه وزنه صغير اقل من 2 كيلو. اقل منين؟ من 2 كيلو. قال لك يا دكتور انت مخير انك تديله يا اما وهو خارج من المستشفى يا اما بعد شهر، اللي يجي فيهم الاول الميعاد الاقرب تدي فيه. ها طيب الحته دي واضحه؟ ها كله يا دكاتره بالله عليكم ما يعديش دي حته مهمه وسؤال امتحان. ها تمام. طب اسالكم سؤال تاني وركز معايا، طفل الام سالب والطفل ده ما ذكر لكش وزنه ان اقل من 2 كيلو، تدي الجرعه امتى يا دكتور؟ ها بالظبط كده يا دكاتره،
adverse. يبقى فرق معايا الوزن لما كانت الام 12 بالظبط وزن 12 ساعة. تمام، ما هو الجرعة الصفرية دي خلال 12 ساعة منين؟ من الولادة. دي الجرعة الصفرية اللي هي الاد زيرو. ادفيرس خلال 12 ساعة دي اسمها ايه؟ الجرعة الزيرو. تمام، يبقى فرق معايا امتى الوزن يا دكاترة؟ لما كانت الام نيجاتيف، يعني انا مش خايف عليه قوي، فممكن استنى الشهر او استنى لما يجي خارج من المستشفى. طب سؤال تاني، لو طفل وزنه اقل من 2 كيلو جرام، اطفال نيجي للادوليسنت من 11 ل 12 كده، يعني اكبر من كام سنة؟ اكبر من 7. يبقى انسى خالص الدي تاب، هشتغل في مين؟ في التي داب. تي كابتل داب، تي داب. اديله كام جرعة؟ اديله واحدة من 11 ل 12 سنة. تمام قوي. والكبار يا دكتور؟ قال لك هنا بقى دكتور، من اول اكبر من او يساوي 18 سنة له واحدة تي داب، وبعد 10 سنين واحدة تي دي، بنسميها بوستر دوز. يبقى تاني بقول على الجدول 5 جرعات، 2 4 6 15 4 ل 6 سنين، خلصنا دي. ودي فول دوز، يعني كل الحروف كابيتال وبدأ بحرف الايه؟ الدي. تمام، نيجي بقى للادوليسنت 11 ل 12 ياخده جرعة تي داب. طب وادلت اكبر من او يساوي 18 جرعة تي داب. طيب واسمع، جيرياتريك 65 او اكبر جرعة تي داب، وبريجنان تي داب. واسمع، في كل حمل لازم تاخد تي داب، حتى لو متطعمة قبل الحمل بشهر